احلى رمل اكلت. اهم حاجه الرياكشن طبعا والمنوفرنج الهاند وايد يساعدك انك انت على قصه الكتبان الرمليه. اوكي. اذا شفت عندك ميل الديون مثلا فيها نوع من الشاربنس ممكن انك انت يو كان جيت ذس انجل بالهاند. وصلنا على مكان المهمه، بلاش اشرح لناصر شو المطلوب منه. المشن هو عباره النقطه الاولى هي البدايه، بتطلعون العلامه الثانيه اللي هي في نهايه العرقوب فوق على راس الديون فوق. الار بي ام بيكون عندكم محدد ما بين 2500 ل 3000. بدنا وقت لنتاقلم عليها ونقدر نرجلج دعسه البنزين. تسوون فيها نقطه دوران وبترجعون الى النقطه الاخيره اللي هي نقطه الويلي. طبعا ويلي. ويلي لازم نرفع البقي على كفرين. بيكون عندكم ويلي لمسافه 30 متر. طلع فوق. هذا المنظر بدنا نشوفه نحن عم نعمل ويلي. لكن اتفقنا ار بي ام بين 2500 دوره و 3000 دوره. دعس بنزين وفجاه حسيت الباور اللي فيها. انطلقنا اول شيء بهداوه من اول علم اتجينا الثاني. تلبكت شوي صغيره لانه من ناحيه بدي اطلع على الطريق، من ناحيه ثانيه بدي اطلع على الار بي ام قدامي لحتى حافظ على ار بي ام بين 2500 و 3000 دوله. وزنت اذني بحيث انه عرفت الصوت السياره على 3000 دوره. اذا حسيت انه بيطلع الصوت شوي ابدا ارفع رجلي ثاني مره. شو خبرني عبد الله اولز؟ اوكي. انا مخليه بالجير الثالث عندي من 2500 الى 3. هم وراح من بعد ما قطعت ثاني علم. تاكدت انه عبد الله كمان ماشي معي. اي وراك وراك انا. الى الان كل شيء سهل. الين وصلنا الى علم الويلي على كفرين. يلا ليتس سو ات. اوكي مان. اول محاوله كانت عند عبده. شكرا يا عبدو. عملت يوتر واتجهت على اخر علم مطرح ما هونيك لازم نعمل الويلي. اول محاوله ما كانت ناجحه. تذكرت كيف ناصر قال لي على التورك اللي عنا اياه ما تفكر بشي تاني فلوريت. ايوه يا عبدو. ايوه شو هذا احساس بالويلي؟ شو هيدا؟ المحاولة الثانية نجح انه يرفعها. تأكدت انه انا نطيت علب وزع عملت ويلي بس ما كنت عارف وين راح اخط. رفعت ويلي حلو. بيرفكت مان بيرفكت. نجح عبدو. شفت كيف صار معاه؟ فقررت اني ابدا. اللي عرفه انه ارتفع. صرت اشوف السماء بس. اقدر اطلع اكثر من كذا. عبد الله تعال عندي نرجع نعمل المسار تنتاكد منه. يلا جاي جاي. رجع عبده في محاولة أخرى. كانت يعني مقبولة. فقررت اني اجازف عشان ننجح في هذه المهمة بأي ثمن. دعس ابو عابد، عشق اول، ثاني. شيء شالني من الارض لفوق. هنا حسيت انه مؤخرة السيارة ضربت في الرمل. رفعت ويلي حلو. اكثر شيء فاجأني فيه عبد الله هو الويلي الماكسيموم اللي عملها. يلا ليتس جو ان حتى نعمل شو؟ ويلي. يا
لا 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 نو 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 مين بيتخيل هيك احساس يا عمي ايش هذه المكاين ضل اتس سمثينج عن جد عن جد بالاخر بس انا اللي ما تخيلت فينا نقدر نعمله هو الويلي يعني وصلنا على العلم انه اوكي خلص بدك تعمل ويلي انه ويلي ويلي اقلاع مو ويلي واو واو بوس شباب المهمه انتهت لقد قمتم بها على المستوى المطلوب